الاحساس ديالي معنوياتي مرتفعه، واحساس كبير جميل جدا انه يكون الاعتراف من المجتمع المدني ومن الناس اللي عندهم هذا الحس، لانه شركه مواطنه عندها حس انساني جميل، وتم تكريمي او اعطاء درع الفنان الانسان في اي صوره مع واحد مجموعه ديال النزلاء اللي تم اعطائهم ومنحهم وظائف بكل حفاظ على الكرامه ديالهم، وهادشي سعدنا بزاف. بل انه تعدينا في الاول كانوا غيكونوا غير 40، والان خلال الحفل ولاو 200، فانا سعيد وكنشكر كاع اللي قاموا بهذه المبادره هذه.